ينضم لنا عبر سكايب من باريس مدير التسويق غارنييه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنتوان رزق الله. صباح الخير يا أنتوان. صباح الخير. يا أهلا وسهلا فيك. أول شيء حابين نعرف ليه غارنييه من جد قريب لهذه الدرجة لقلب الجمهور؟ فعلا مظبوط انه غارنييه هي الماركه المفضله عند النساء العرب وخاصه بالمملكه العربيه السعوديه، ولانه غارنييه من زمان نحن ماركه طبيعيه، نستعمل منتجات طبيعيه والناس بتحب القصص اللي يعني المنتجات تكون كلها صادقه ومش تكون تكون من مصطنعه. واكيد نحن ماركه قريبه للقلب وقريبين من متوفرين وين ما كان بالدول العربيه، فبقى مشان هيك بتخيل الناس بيحبونا كتير. وهلا عم نطور حالنا اكثر لنكون جمالنا هو طبيعي بس كمان تكون بيئتنا اجمل. يعني ايش برايك توقعات المشتري لما ياخذ مثلا قرار ويشتري اي منتج للعنايه بالشعر او البشره؟ هلا اكيد المستهلك بيتوقع انه يكون في عنده منتج بيعطيه نتيجه منيحه، هذا اكيد اهم شغله. بس هذا كذا الشيء كان موجود من 5-10 أو 20 سنة، بس هلا العالم صارت تتوقع اكثر انه بدها تكون المنتج اللي عم تشتريه يكون هو صديق للبيئه، يكون مش عم تعمل الامباكت تبعها على الطبيعه يكون اقل، ويكون بذات الوقت كمان يكون مستورد من مطارح طبيعيه ويكون من تجارة عادلة. هذا الاستيراد هو كمان شغل كتير مهم نحنا برحلتنا نحو بيئة أجمل. أنتوان، لو نتكلم على أهم إنجازات غارنييه اللي أثرت على البيئة، يعني أنا عندي برودكت هنا، خليني أقول لك إيش هو. مكتوب أصل طبيعي. أنا عندي هون هو معي. أصل طبيعي. على فكرة ريحته رائعة مرة حلوة. أصل طبيعي 98% وفيجن. كيف فيجن؟ كيف هذا الشيء يأثر على البيئة خاصة في هذه الأيام؟ طيب، لكن نحن منتجاتنا مثل اللي هو الهير فود تبع الترادو هو 98% طبيعي، منتجات طبيعيه، يعني بس ال 2%. واذا بتشوفي من ورا على البرودكت كيف مكتوب من عندك بتطلعي كل واحد من وين جاي، يعني من مي، من نباتي، وبتشوفي انه اخر شيء هي بس نحن ال 2% هي كرمال لمحافظه البرودكت ما ينتزع بس نفتحه. لحظه، فين؟ وكمان كرمال العطر. لحظه بقرا معك، فين بتشوف؟ ورا اوكي. بتطلعي ورا بتشوفي شو هن المنتجات، شو هن الجوع. مي، شفت صح. زبده الشيا، المصادر النباتيه، وهو كله نباتي، ما في شيء من اصل حيواني. كل منتجاتنا نحن صارت نباتيه، و98% منها هي اصلها طبيعي ومن مصادر مسؤوله. يعني نحن العالم اللي نشتري من عندهم هيدا البنانا، او عنا نحن زبده الشيا اللي نشتريها من موزمبيق، نحن بنكون عم ندفع لهم معاشات عادله، وبنكون نحن عندهم ظروف عمل عادله، وبيكونوا يعني مثل حيلا حدا بالعالم. مش ونحن يعني حتى من المثل تعطيك اياه بالمغرب، في عنا تعاونيه متعامل معها اسمها تعاونيه ترجانين. ترجانين هي شغلتها تجيب تستورد منتج الارغان، زيت الارغان، وهذا زيت الارغان نحن متعامل مع هذه التعاونيه فيها 1000 امراه من اكادير، هن رب عيال، يعني هن بيعيلوا عيالهم ونحن بنكون عم نساعدهم تقدروا يعطونا زيت الارغان. وزيت الارغان بتشوفيه بالبرودكتس تبعنا اللي مثل مثلا هذا اللي معي هون، مثل الووتر نويل. بعرف اذا عندك اياه. اكيد عندي كل شيء والله انتوان، هنا عندي كل شيء والله. والله ما شاء الله موجود. خلينا نشوف، ما اظن عندي اللي انت. لا ما بتصور، ما عندك اياه هذا، مشان هيك جبته معي. هو هيدا فيه زيت الارغان، فيه جوته زيت الارغان اللي جاي من هذه التعاونيه. واكيد لكن في الالترا دو هير فود مثل ما قلنا 98% طبيعي ومنتج نباتي. انا صراحه انتوان عشان اعطيك الفيدباك كمشتريه، يعني انا استخدم الميك اب ريموفر حق الواتر ميسلر واتر. هذا رهيب، لانه احنا تعرف على التي في نحط فونديشن وكثير واوقات صعب يتشال، فهذا بس وايب واحد على طول يشيله، فكثير احبه دائما استخدمه كل يوم. هذا الفيدباك حقي. واستخدمت شامبو. ما بعرف اذا بتعرفي شيء جديد عن هي، لكن
تعرف الكوتن الكوتن بادز اللي هن الريوزبل يعني فيها رجع إيه هذه يعني عندي هي هذه رهيبة بس هذه استخدمها للسفر أكثر يعني هذا اليومي وهذا للسفر أحب أستخدمها. هي تقلك ليش هيدي مستدامة أكثر. أوكي. أنت هيدي الكوتن باد فيك تستعمليها ألف مرة يعني كل مرة بتشيل الميك أب فيها وبتشيل الميك أب هافي يعني أنا بشيل الميك أب لبناتي تعرف بيكون عاملين فيس بينتينج بيكون شيء كتير أكثر من الفاونديشن بعد بنشيله كله. التكستشر حقها أنطوان كأنها منشفة ناعمة ما هي ما هي exactly. الكوتن بادز اللي إحنا متعودين عليها. Exactly. وبعدين بس بتخلص استخدامها بتحطيها بالغسالة في تستعمل لحد 1000 مرة. بهيدي الكرتونة في 3 يعني عندك هون بتعادل 3000 كوتون باد يعني عم تشوفي قديش الامباكت اللي عم نعمله نحن على الانفايرمنت على الطبيعة وقت بنكون عم نستعمل هيك برودكتس فيها يعني للاستدامة. ويأثر هذا الشيء أنطوان أكيد يعني إحنا دائما نتكلم في البرنامج عن الريسايكلينج وعن الاستدامة لكن إحنا دائما نقول إنه أول خطوة لازم الشركات الكبيرة هم اللي يسووها لأنه هم اللي بيأثروا على المشترين وعلى الناس اللي بيتفرجوا. أنا بأمن بالذات الشيء اللي عم تحكيه لأنه نحن كشركات نحن هيدا واجبنا لأنه المستهلك فيه يعمل والدراسات فرجت المستهلك فيه يعمل لحد 30% من دوره بس 70% الباقيين لازم يجوا من الشركات ومن من المنظمات ومن الدول فبقى نحن عم نعمل دورنا بهذا الموضوع هيدي وحده من الخطوات اللي عم نعملها. طب كيف رايك أنطوان برايك شركه غارنيير بتحاول تطور مصنعها في الشرق الاوسط؟ هلا نحن بمعملنا بالشرق الاوسط اول شيء صرنا كل البوتلز كل العبوات اللي نحن بنصنعها كلها ريسايكلد يعني هول العبوات اللي عم تشوفين قداميك هن هول عبوات كانوا قبل قنينه بلاستيك مي من مصر موجود بما نحن عندنا معمل بمصر بالقاهره وهيدي القنينه كانت قنينه بلاستيك شيء غريب بعرف ما بيستوعبها بالاول بس انه هيدي كانت حدا شربين فيها مي بالقاهرة. واو. جانا نحن تعاملنا مع قرية الزبالين بالقاهرة ومع جمعية بريك نرجع منلم البلاستيك نرجع منعيد إعادة تدويره بيكون 100% هايجينيك ما في أي يعني أي مشكلة وتشوف لونه رائع بس هذا الشيء يعني الأب سايكلينج والريسايكلينج كثير مهم كرمال نحن نقدر نضلنا عم نرجع نعطي حياه ثالثه للعبوات اللي بنستعملها. والله هذا شيء يعني يفرحني كثير يا أنطوان والحمد لله انه احنا صرنا نشوف اهتمام اكثر في البيئه لانه يعني احنا دائما نعمل ريسايكلينج في البيت بس دائما نفكر انه هل بيسوي فرق؟ هل بيدي نتيجه؟ لكن انتم من جد الشركات الكبيره لما تاخذوا هذا الاهتمام اكيد بيسوي فرق مره كبير. شكرا لك أنطوان وانبسط في باريس، كل احد في باريس هذه الايام يعني كنت مشتهيه اكون هناك. وشكرا لك يعطيك الف عافيه.